والآن مع الصحافة الإسرائيلية، حيث ينضم إلينا من حيفا وائل عواد الباحث في الشؤون الإسرائيلية. تفضل وائل. أهلا بك العزيز محمد والمشاهدين. أصبحتم تعرفون دائما دائما تتسرب معلومات من جلسات الحكومة، الكابينيت الحرب. تسريبات اليوم سخنة تقول أن كافة وزراء الكابينيت باستثناء بيني جانتس عرضوا أقوال وزير الأمن يوآف جالانت. قبل يومين قال يوآف جالانت بأنه ممنوع إقامة حكم عسكري في غزة ولازم نلاقي بديل، ونتنياهو ضده. بل أن وزراء نتنياهو، وأنا بقول فعلا وزراء نتنياهو أكثر من كونه وزراء الحكومة، هو اختار أنه هناك كاهن أقياسه كما يحب أن يكونون. هم مع استمرار الحرب ما دامت حماس موجودة في غزة، يعني على ما يبدو بدن حرب طويلة طويلة. وفق التسريبات فإن نتنياهو قال لهم أنا مستعد لإجراء مداولات حول سيطرة محليين في غزة. يعني محليين، هذا الموضوع فشل سابقا. موضوع محليين قبل أشهر تحدثوا عنه روابط كرة وعائلات تضبط الأمور هناك، ولكن فشل ذلك. والآن لا نعرف لماذا يقول نتنياهو أنه يريد إعادة التجربة. قد يكون أيضا استراتيجية جديدة لكسب الوقت. جالانت يقول إذا حكمنا عسكريا، اللي هو ضد النظرية هو جانس، بقول سنحتاج إلى قوات هائلة، سنتكبد خسائر بشرية كبيرة داخل القطاع، وبعدها سنغادر المنطقة ونبقيها للفلسطينيين. إذن ما الحاجة لأن نتواجد هناك ونخسر؟ وقال جانس إن أقوال جالانت حقيقية، وتوجد سيطرة مدنية في غزة، أو للسيطرة المدنية دلالات أمنية واقتصادية وسياسية بعيدة المدى. الآن بينما نتنياهو ووزراءه مع حكم عسكري في غزة، نشرت اليوم في صحيفة دعوت أحرنوت وثيقة أعدها خبراء أمنيين، قالوا أن جهاز الأمن في إسرائيل لن يكون قادر على إقامة حكم عسكري في غزة بسبب التكلفة المالية الكبيرة لإقامة حكم كهذا، وسيشكل ذلك عبء اقتصادي ضخم على الوضع الاقتصادي في إسرائيل الصعب أصلا بسبب ما يسمى بإضعاف جهاز القضاء ولاحقا الأهم بعد الحرب. ثانيا، هنالك مخاطر أمنية تتعلق بانتشار قوات الجيش ليس فقط في غزة، إنما أيضا ستفعيل حكم عسكري سيضعف الجبهة الشمالية وسيضعف الوضع في الضفة. اقتصاديا مثلا قالوا سيكلف كل سنة حكم عسكري 20 مليار شيكل، اللي هن أكثر من حوالي 6 أو 7 مليار دولار، بالإضافة إلى 400 موظف جديد لإدارة الأمر. وقالوا بأنه في ظل وجود 7 جبهات مفتوحة على إسرائيل لا يمكن العمل أو التركيز على أن ندير الأمور في غزة، سيكون الجيش مشغول في غزة ونضعه في باقي الجبهات. الآن هنالك تفصيل، قد تقرر إسرائيل، تحدثوا عنه اليوم، سيطرة أمنية على قطاع غزة دون مسؤولية عن الحياة المدنية للمواطنين، خلطة خطيرة، فقط عسكريا دون مسؤولية مدنية، تحتل دون تحمل مسؤولية الناس. هذا قد يخفف عنها بعض المصاريف مثلا، ولكن هذا لا يعني أنها لن تخاطر أمنيا وأنه لن تكون هنالك خسائر التي تحدثوا عنها مادية وأمنية. ولكن انظروا للفكرة، نقمعهم عسكريا ولسنا مسؤولين عن أي شيء مدني عندهم، يعني سادية فظيعة من يفكر بهذه الطريقة. أنتقل للفيديو الأول. اليوم أعلن جيش الاحتلال عن تخليص 3 جثث لأسرى إسرائيليين، واحد عمره 53 بالإضافة إلى امرأتين، واحد عمره 22 وواحد 28، ودون أي تفاصيل عن ماهية العملية وإن كان حدث شيء للجنود أو غير ذلك. ولكن الثلاثة كانوا في الحفل إياه اللي كان في 7 أكتوبر، ووقع فيه منه قتلى قسم، طبعا حماس قتلتهم، قسم خطفتهم، وقسم إسرائيل وهي تقصف. هنالك تقارير قالت بأنه سقط منهم أيضا قتلى. حسب الرواية الرسمية الإسرائيلية على لسان الناطق باسم جيش الاحتلال، معلومات استخباراتية حصلوا عليها خلال تحقيقات الشباك مع من اعتقلوهم، يصفونهم طبعا بالمخربين. للتذكير، هاي الفكرة
نحن نحقق مع معتقلين من أجل إطلاق سراح جنود سمعناها من لما دخلوا مستشفى الشفاء أول مرة وثاني مرة، ولما كانوا في خان يونس، ولما كانوا في منطقة الوسط، في كل منطقة يدخلون إليها. وتذكرون فيديوهات للفلسطينيين الغزيين عراة يتم اعتقالهم في البرد، تذكرون أيام الشتاء، ولاحقا قالوا هؤلاء سلموا أسلحتهم متابعين لحماس، لاحقا تبين مش بالضبط بتاتا. حققوا معهم ويأخذون منهم معلومات عسكرية. وقال اليوم نير دفوري محلل قناة 12، قال بأنه هنالك عمليات أخرى في المنطقة، طبعا دون أي تفصيل، بناء يعني على الأرض بناء على المعلومات التي حصلوا عليها من معتقلين. من أطلق سراحهم حتى الآن بقوة العسكر هم إما الثلاث جثمين هدول، أو ثلاثة خرجوا رفعوا أيديهم قتلهم الجيش تذكرون، أو اثنين كبار بالسن في رفح قبل فترة، واحدة أول الحرب لم نفهم قصتها حتى الآن كيف تم إطلاق سراحها. على سيرة المخطوفين، قناة 12 قالت اليوم أنه لا جديد في موضوع المخطوفين، كل شيء توقف، كل الآمال وموافقة حماس والضغوطات والنقاشات كله توقف. حتى يعني رئيس CIA كل واحد رجع إلى مكانه الآن. لا يوجد لدى إسرائيل حسب محلل بقناة 12 ولا أي ورقة ضغط حقيقية على حماس كي تطلق سراح أسرى. شو بدها تضغط؟ الضغط بتدمير غزة دمرت، بقتل الناس لم ينجح. قالوا حتى التخويف باحتلال رفح قبل أسبوع وكأنه الاجتياح البري بدأ، هذا أيضا قالوا اليوم لم ينجح، والتجويع الدول العالم ترفض هذه الطريقة ويقولون ليست لدينا طريقة الآن للضغط على السنوار. أكثر من ذلك، يرون بأن السنوار يرى أن الأمر يمكن أن يتم تأجيله، صفقة التبادل. ولماذا الاستعجال بالنسبة له؟ ما من بدأ يزداد وضع سوء بالمفهوم السياسي على الأقل، دالة الثمن عنده العالمية والمحلية بارتفاع هي إسرائيل، فلما العجلة بالنسبة للسنوار لإطلاق سراح أسرى؟ وتقول محللة قناة 12 خسرنا أوراق الضغط على السنوار. أنتقل للفيديو الثاني. يوم صعب آخر في شمال إسرائيل، 75 صاروخ أطلقت من لبنان إلى إسرائيل، اندلاع حرائق من جديد. قبل أيام اندلعت حرائق، اليوم على فكرة مع تغير حالة الطقس في المنطقة قد نسمع كثيرا اندلاع حرائق لهنا أو لهنا. طبعا يعني جالنت أمس كان في غزة، اليوم كان في الشمال، هو كما قلنا في خلاف حاد مع نتنياهو هاي الأيام، قال لجنوده علينا أن نأخذ بالاعتبار أن الحرب يمكن أن تحدث وأن نستعد لها. أنا استغربت من الترتيب، ليه؟ أول الحرب سربت معلومة بأنه بعد 4 أيام من 7 أكتوبر ارتفعت طائرات إسرائيل وجهت إلى لبنان، وأمريكا قالت لا تبدأ الحرب، عودوا إلى هنا، أوقفتهم أمريكا. لاحقاً جالان تهدد بأنه سندخل وسنحول كما فعلنا في غزة سنفعل في بيروت وكل هذا الكلام. وبعض المحللين الإسرائيليين قالوا نقصف المستشفيات في بيروت، والتهديدات على قدم وساق. الآن يقولون نستعد للحرب. أنا مش عارف، ببلشوا الحرب بعدين بيستعدوا لها، بعدين ببلشوا الحرب بعدين بهددوا بعدين بيستعدوا، ولا بيستعدوا بهددوا ببلشوا. يعني في إشي مشكبة في منطق الـ 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 على الأقل المعلومات التي تنشرها وسائل الإعلام. الآن جالانت قال أيضا اليوم هذا الصباح أصيب مخربون، يقصد من نشطاء حزب الله، وفي الأسبوع الماضي قال قمنا باغتيال أحد كبار قادة حزب الله وعلينا الاستعداد. بالمناسبة كل المقابلات بالإعلام العبري مع مسؤولين مع مواطنين في الشمال إنهم متعبين جدا من فقدان السيطرة، شعور بعدم الأمان، شعور بأنه إسرائيل لا تستطيع حمايتهم. حوالي 100,000 نازح قالوا لهم اطلعوا من بيوتكم، ما حدا منهم متوقع أنه باليوم 224 للحرب ما في حل ولا رؤية ولا فكرة ولا توجه إلى أين ستذهب الأمور. حيرة كاملة، تهديدات دون فعل شيء حقيقة على أمر الواقع. أكثر من ذلك، الصواريخ تصل أبعد، صاروخ اللي أسقط البالون التجسسي وصل عميقا داخل إسرائيل أو الطائرة المسيرة. وطبعا مهم القول أنه الطرف اللبناني يدفع ثمن غالي، شهداء فاق عددهم 300 وخسائر وغير ذلك. من جهة أخرى
جندي قتيل آخر أعلنوا عنه اليوم في غزة، ويتحدثون عن مقاومة شرسة في جباليا، والتوغل في جباليا سيستمر عدة أيام أخرى. فقط اليوم أعلنوا للمرة الثالثة خروجهم من حي الزيتون. سؤال طبعا إن كانوا سيعودون رابعا، لأنه هذا هو النقاش بأنه نخرج ندخل، وهذا كله بسبب وجود فراغ. الفيديو الثالث. قلنا لكم هنالك مشكلة في إسرائيل بأنهم يخرجون، حماس تعود خلفهم فيعودون فيدفعون ثمنا دوامي، ويعتبروا كثر بأنه هاي علامة فشل. قسم يقول أن السبب لأن نتنياهو يترك فراغا لأنه لا يريد أن يبحث اليوم التالي للحرب لأنه خائف من سموتريتش وبن غفير. ونتنياهو يقول لا، من يجرؤ أن يدخل غزة وحماس موجودة؟ يجب أن نقضي عليها أولا. اللي ضده من عنده بردوا عليه بعد 7 أشهر، ما احنا شايفين تقاضي عليها. يعني اليوم عضو كنيست اسمه عميد هليفي اللي شايفينه بالصورة، هو على فكرة عضو في لجنة كتير مهمة وكتير خطيرة، لجنة الخارجية والأمن، قال بأنه كل ما قيل لنا أنه قضينا على ألوية حماس هذا لم يحدث البتة، حرفيا بترجمه قال ولا حتى على لواء واحد قضينا. سألت المذيع هل تخمن تحليل هذا أم أن لديك معلومات كعضو لجنة خارجية وأمن؟ قال لدي معلومات، أقول ذلك بكل مسؤولية، كل ألوية حماس الـ 24 تنشط في قطاع غزة ناهيك عن ألوية الجهاد الإسلامي. قال كل منطقة نسيطر عليها كل شيء يعود كما كان لما نخرج. على فكرة هذا مش من المعارضة بزاود عن نتنياهو، هذا من حزب نتنياهو. على سيرة قناة 14 أمس والأسرة أمس انتبهت لنقطة ملفتة. تعرفون أهداف الحرب الثلاثة المعلنة، القضاء على حماس، إعادة الأسرى، منع أي خطر مستقبلي من غزة. قناة 14 أمس نشرت الأهداف، قالت 3 أهداف: القضاء على حماس، فعل أي شيء ممكن من أجل الأسرى، ومنع أي خطر مستقبلي. بطل الحديث عن إعادة الأسرى في قناة 14، فعل أي شيء أقصى مجهود من أجل الأسرى، مش إعادتهم، غير الهدف بالعقل. بالعقل قناة 14 طبعا هي صديق نتنياهو، أهالي المحتجزين منذ مدة قالوا نتنياهو تنازل عن أبنائنا وهو لا يفكر بالأسرى داخل أو المحتجزين داخل غزة، الأسرى إنما يفكر في أعضاء حكومته لكي يبقى هناك. حماس تقول لا يوجد محتجزين دون إيقاف الحرب، إسرائيل تقول إذا أوقفنا الحرب يعني حماس ستبقى، وهكذا عالق. الفيديو الرابع والأخير. أنا أقول دائما الإعلام الإسرائيلي إعلام انتقائي، جزء من الحرب، جزء من عائلة الحرب، كل منه من يفتح الحقائق. نقرأ بعض المقالات عادة من الفقرة الأولى، وهذا قد يجيب البعض على السؤال كيف يمكن لمجتمع كامل أن يتقبل كل هذا الكم من التضليل أحيانا كثيرا. هيا نقف عند قناة 14 أيضا، تطلع رأي غريب عجيب عرضوه الإعلام الإسرائيلي كله يعطي جانس. إذا حدثت الانتخابات، جرت الانتخابات الآن 30 مقعد أكثر واحد أقل 2، أما هاي الحدود 30 من 120 يعطي نتنياهو أقل منه بعشرة، يعني 20 أكثر واحد أقل 2، هاي الحدود. إلا قناة 14 تحاول أن تراضي نفسها وترفع معنويات مشاهدي اليمين، تعطي نتنياهو 25 مقعد أكثر بخمسة من شو عنده باقي الاستطلاعات، وتعطي جانس 20 أقل بعشرة من شو عنده باقي الاستطلاعات، طبعا وبفوارق إضافية بقية الأحزاب، بس هون أكثر إشي بارز. تريد أن تزرع في رأس الجمهور أن نتنياهو ما زال يحظى بإجماع في المجتمع وسيبقى رئيس حكومة. يعني هذا استطلاع إذا أخذناه بالمقارنة بالمنطق مع بقية الاستطلاعات اللي سواها الإعلام ومبادرات أكاديمية، هو استطلاع أقل ما يقال عنه تخبيص، إلا إذا سووه داخل الاستديو عندهم وشملوا في عائلة نتنياهو. إلى هنا أصل إلى ختام النافذة لهذا اليوم. نراكم على أخبار أفضل غدا بإذن الله، والسلام عليكم ورحمة الله.